طوبى للأم التي ولدتك وأرضعتك. بل طوبى للذين يسمعون كلام الله ويطيعونه. علمنا كيف نصلي كما علم يوحنا تلاميذه. متى صليتم قولوا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا خطايانا كما نغفر لمن يذنب إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير. في الكتاب المقدس يعلن الله أن المسيح سيأتي ليكون مخلص هذا العالم، وحياة يسوع تقدم لنا الدلائل على أنه كان حقاً من تحدث عنه الأنبياء. فإشعياء تنبأ بأن العذراء ستحبل وستلد ابناً، وبعد قرون كانت ولادة يسوع تحقيقاً لهذه النبوة. أعلن الكتاب المقدس أيضاً أن القدوس المولود من العذراء سيدعى ابن الله، وهكذا كان يسوع ابناً لله، ليس من منظور جسدي طبيعي، بل من ناحية روحية. ونحن نرى هذا واضحاً في الكيفية التي عاش بها يسوع حياته، إذ شفى المرضى وغفر خطاياهم وردهم إلى الله، واعداً إياهم بنصيب في ملكوت السماوات، ثم قدم نفسه ذبيحة للتكفير عن خطاياهم، وقام ثانية قاهراً الموت. قال يسوع عن حياته: ليس أحد يأخذها مني، بل أنا أضعها من ذاتي. لم تتمم حياة يسوع نبوات الأنبياء فقط، لكنها أكدت أيضاً حق كلمة الله المقدسة. فقد قال الأنبياء قبلاً: إلى الأبد يا رب كلمتك مثبتة في السماوات. ويسوع نفسه قال: السماء والأرض تزولان، لكن كلامي لا يزول. جاء يسوع ليمنحنا ملء الحياة، لكن الإنسان عصى الله في جنة عدن، مختاراً أن يحيا كما يريد، وبهذا انفصل الإنسان عن خالقه. يعلن لنا الكتاب المقدس أننا جميعاً أخطأنا، ويعلن أن عقاب الخطية هو الموت، أي موتاً روحياً بابتعاد أبدي عن الله. لكن كما قدم الله لإبراهيم ذبيحة كبش عوضاً عن ابنه، هكذا أرسل الله يسوع المسيح ليموت بدلاً عنا. وهكذا أصلحت حياة يسوع وموته وقيامته العلاقة بين الله ومن يؤمنون به. وأولئك من يتبعون يسوع لا ينالون فقط غفران الخطايا، لكنهم قد نجوا أيضاً من دينونة الله الأبدية، ضامنين لهم مكاناً في الفردوس مع الله إلى الأبد. يقدم لك يسوع اليوم حياة جديدة وخلاصاً من سلطان الخطية، وهذا لا يعني اتباع دين جديد، لكنه إيمان بعمل يسوع الذي قال: ها أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه. وهذا يعني أيضاً اللجوء إلى الله، واثقاً أن يسوع سيدخل حياتك غافراً خطاياك ومغيراً إياك إلى الإنسان الذي يريده. ولا يكفيك أن توافق فقط على ما تسمع الآن أو أن تختبر شعوراً عاطفياً، فنحن نقبل نعمة يسوع بالإيمان تعبيراً عن إرادتنا هذه. وحين تكون على استعداد لاتباع يسوع المسيح، فيمكنك عندها أن تخاطبه شخصياً من خلال صلاة بسيطة. قد ترغب الآن بأن تسلم حياتك لله. إن رغبت بهذا، فيمكنك أن تصلي هذه الصلاة بصمت في قلبك.
أيها الرب يسوع، أنا أحتاج إليك. أشكرك لأنك مت على الصليب لأجل خطاياي. أعترف الآن بخطاياي وأتوب عنها. أنا أفتح الآن باب قلبي وأقبلك مخلصاً ورباً. أشكرك لأنك غفرت لي خطاياي ومنحتني حياة أبدية. اجعلني ذلك الإنسان الذي تريدني أن أكونه. بينما أصبح واحداً من أتباعك. آمين. قال يسوع عمن يؤمنون به: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. لتختبر حياة البركة التي وعدك بها يسوع، عليك أن تتحدث إليه في كل يوم بالصلاة وأن تقرأ كلمته. أخبر عما صنعه في حياتك والتقي بآخرين ممن أحبوه وتبعوه، وتذكر وعده الرائع: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. حتى أيام كوبا هو يدي كل شيء كنا نوجي سي أيا بركيسن ولي وحياة بركيسن كو إلهي رجيسن مغلا كنا رقما sidoo nabar sidoo loo tukado sidoo nabi yahay xirtiisa u baray tukashada marka tukaneysan dhaha aabahaaga janada ku jiro magacaaga hala sharfo boqortooyadaana soo dageeto doonistaada sida janada ku taa dhulkana ka yeel nasiib maalin walba kibis maalmeed ka yeega dambigayaga naga cafi sida anaguba u cafino kuwa noo qaameysan ha nagu eegin jiribaada laakiin naga badbaado sharta sheydaanka nabiyalkii waxay saadaaliyeen inuu eebo soo diraayo masiixa uuna dambiyalka ka badbaadinayo xiriirkoodana u soo celin doono xagga eebahooda nolosha sayid ciise ayaa aad noogu caddaynaysa inuu runtii yahay badbaadihii u ballanqaaday inuu u soo diraayo adduunka ishaaciya wuxuu saadaaliyey inay gabar bikra ah uuraysanayso wiilna dhali doonto wayna noqotay ilaah awooddiisa iyo kelmaddiisa ruuxa daahirka ayaa mar yar oo bikra ah ku haraysmay wayna uurowday masiixuna sidaas ayuu ku dhashay siday qoraladu u sheegeen dhalashadiisa waxay mucjiso sumad ah u noqotay eebbe inuu wiilkan yahay masiixa oo eebbahayna ugu magacaabay wiilkayga haddana u dhow eebba xaggiisa dadku markay sayicdisa arkeen waxay kaloy arkeen eebba awooddiisa iyo maamulkiisa isagoo haddana u ballanqaaday ummaddiisa rumaysa inuu boqortooyadiisa daa'inka kula waari doono sayid ciise wuxuu noloshiisa u hibeeyey silaca ummadda oo dhan darteed kadibna wuu soo sara kacay runtii taas waxay caddaysay inuu ka guulaystay geerida dubanaha ciise masiix wuxuu yidhi waxaan leeyahay awood noloshayda aan ku hibeeyo kulana soo sara kaco nolosha ciise masiix waxay ku rumowday sidii nabiyaalkii hore u saadaaliyeen waxay caddaysay inay runtahay erayga eebbe oo waxba lagama beddelin siday nabiyaalku hore u caddeeyeen rabbiyow eraygaagu waa dhab oo waa daa'im sayid ciise wuxuu yidhi cirka iyo dhulka way dhammaan doonaan laakiin eraygeegu ma dhammaan doono eebbe markuu dhulka uumay aadan iyo xawa si ay ula nooladaan uguna rinreeyaan eebbahooda laakiin
iyagu way caasiyeen amarka eebbahooda. ceebtaas darteed ayaa eebbahooda xiriirkoodii ku kala go'ay. Qoraalladu waxay caddeeyeen inuu bini'aadamka oo dhan dambaabaan oo abaalkoodu yahay dhimasho. Dembiilayaashu xiriir lama laha eebbaha quduuska ah. Laakiinse sida eebbo ugu keenay wan kuna beddelay wiilkii Nebi Ibraahim, innagana eebba duubanaha Ciise Masiix wuxuu inoogu soo diray inuu dembigeenna loo hibeeyo, uuna dhinto beddelkeenni. Noloshiisa, dhimashadiisa iyo sarakaciddiisa waxay dib u soo celinaysaa xiriirka u dhexeeya eebbe iyo ummaddii rumaysa. Sidaas awgeed, kuwa Ciise Masiix xertiisa noqda waxay ka badbaadayaan ciqaabta naarta daa'inka ah, eebbahoodana kula waarayaan jannada. Sayid Ciise xertiisa wuxuu ku yidhi, daraaddii qurumaha oo dhan ugu naadiya farriinta wanaagsan inuu eebbe u dambi dhaafayo kuwa dembigooda ka toobad keena oo aniga i rumeeyo. Sayid Ciise Masiix wuxuu kaloo xertiisa u ballanqaaday inuu soo diraayo Ruuxa Quduuska ah si uu u tuso jidka toosan, uuna siiyo awood ay ugu dhaqmaan jidka eebbe. Markay naagtii dembiilayda ahayd noqotay xertii Ciise Masiix, wuxuu ku yidhi, dembigaagu waa la cafiyey, waana lagaa badbaadiyey, waayo anigaad igu kalsoon tahay. Weliba Sayid Ciise wuxuu kaloo yidhi, haddii ay dadku eebba aad u jeclaadaan, waxay caddaynaysaa in dembigooda la cafinaayo. Markuu dembiiluhu isku tallaabta saarnaa oona awooddarrida haysay, Sayid Ciise wuxuu ku yidhi, maanta jannada ayaad ila joogi doontaa. Kuwa oggolaada inay xertiisa noqdaan waxay xiriirkooda ku bilaabayaan sida ducada tan: eebbaha naxariista badnaayow, adigaa quduus ah, wax walba adiga ka sarreeya. Aniga waan ka xumahay amarkaagan diiday, waana kugu dambaabay. Waad ku mahadsan tahay inaad Sayid Ciise ii soo dirto, kuna dhinto isku tallaabta daraaddii, kadibna uu dib u soo sara kaco. Waxaan ku mahadinayaa silica iyo ciqaabta uu u maray aniga dembiyadayda daraaddood. Waxaan doonayaa inaan noqdo Sayid Ciise xertiisa, isaguna noqdo badbaadiyahayga iyo rabbigaygaba. Waxaan ku mahadinayaa sidaad ii cafisay oo boqortooyadaada daa'inka ah igu dartay. Waxaan kaa rabaa inaad Ruuxa Quduuska ii hibayso oo aad jidka xirnimadaada ii tusto. Ruuxa Quduuska ah ha i siiyo awood uu qalbigayga kugu jeclaado oo aan ku noolaado nolol aad raalli ka tahay, oo ummadaha oo dhan ku ammaanaan meel kasta dunida ay joogaan. Aamiin. Sayid Ciise xertiisa wuxuu u sheegay, laxdaydu codkayga ay maqashaa, waan aqaanaa, iyaguna waa i soo raacaan. Sayid Ciise Masiix xertiisa way kulmaan, maalin kastana way la hadlaan, waxayna bartaan qoraallada eebbaha, waxay ku dhaqmaan jidka Sayid Ciise, waxayna u naadiyaan farriinta wanaagsan kuwa kale. Sayid Ciise Masiix wuxuu xertiisa ku hagaa kuna dhiirigeliyaa jidka toosan, kuna hibeeyaa awoodda Ruuxa Quduuska ah. Waxay maankooda ku hayaan murtida duubanaha Sayid Ciise Masiix. Xertiisuna wuxuu u ballanqaaday markuu daruuraha sare ugu kacay, isagoo leh, eebbahay wuxuu i siiyey awood buuxdo, taa jannada iyo dhulkaba lagu maamulo. Xusuusnaada mar kasta waan idinla joogaa ilaa ay adduunyadu ka dhammaanayso.